السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعلم معا عن كيفية تحريك الكرة بشكل مرتد، وأيضا كيف يمكننا أن نجعلها مرنة عند الحركة. أولا سنختار نيو لاير ونسميها بلاين، ونختار لاين تول ونعمل خط في وسط الشاشة بهذه الطريقة. ثم نقفل اللاير ونعمل لاير جديدة باسم بول، ونختار شكل الدائرة ونستخدم Shift و Alt لتكون مقاييس الدائرة كما نحب. نجعل الكرة خارج إطار الشاشة في البداية، ويمكننا تغيير لون الكرة متى ما أحببنا، مثلا بأن يكون محمر. ثم نذهب إلى فريم البول وفريم اللاين عند زمن 70 ثانية، ونحددهما معا هكذا. ثم نختار insert frame، نذهب إلى إطار البول ونختار create motion tween، يمكننا في البداية أن نختار كل 15 ثانية مثلا لتحريك الكرة، ففي البداية نستطيع أن نحرك الكرة بهذه الطريقة، وعند الثانية 25 نجعلها ترتفع مجددا، الثانية 35 تنزل للأسفل، وعند الثانية 45 ترتد للأعلى. الثانية 55 تنزل للأسفل، وأخيرا عند الثانية 65 ترتد للأعلى وتخرج من الإطار. في البداية نرى هذه الحركة هكذا، الكرة ترتد ولكنها ليست مرنة، ولكن نحن نريدها أن تكون مرنة. فلكي تكون الكرة مرنة نذهب عند كل نقطة هنا ونختار Insert Keyframe All، النقطة الثانية Insert Keyframe All، الثالثة، وينطبق هذا الكلام على جميع النقاط. فعند هذه الثانية 5، عند زمن 15، نستطيع أن نشكل الكرة بالطريقة التي تعجبنا، مثلا بهذه الطريقة.
والآن يمكننا أن نرى الكرة تكون مرتدة. يمكن تغيير هذه الانحناءات أو هذه الحواف الحادة إلى انحناءات لينة. بهذه الطريقة مثلا، وهنا نرى شكل الكرة بشكل أوضح. وإلى هنا انتهى الدرس. أتمنى لكم درسا ممتعا.